огне, кто читает свои сны, поклоняюсь темноте. النهارده نلعب لعبة Detroit Become Human ومعانا فوزي. جاهز يا فوزي؟ يا عم يلا جاهز يا نجم. يلا الا غيرتها. ما مش عارف ما كانتش عاجباك عايزها. يلا يا عم يلا خلاص. احنا مين بقى؟ ايه ده؟ خدام. استنى استنى، ده كونان. انا فاكر الكوين ده كويس. هو كونان. كونان وحشني الراجل ده. اكتر واحد والله، اكتر واحد عنده شخصية في اللعبة دي، كاريزما، الوحيد اللي ما بيتهزقش. شكلها حسدته. تفقد ملازم، تفقد ملازم اندرسون، ابحث عن اندرسون. انا بفحص الوش كده. لا لا شكله شمام. ولا لا هو اللي، ايوه هو ده تقريبا. بص هو ده كرش واحد واكل مال اليتامى. لا مش ده، مش ده شو والله. برضو ولا ده قمه الاحراج. الكاريزما اللي قاعد يا اسطى مغطي وش ده، ده اهو اللي قاعد ده. ايوه ايوه ده الكاريزما ده اهو. هو ده هانكن. عيب عليك، كاريزما هي قاعدة ملازم فعلا. طب ايه، انا عايز اكلمه ولا المفروض اعمل ايه ولا اوقعه ولا ايه؟ اضربه عمو. اهو تحدث. ملازم اندرسون، اسمي كونر، الاندرويد اللي بعتته سايبر لايف. دورت عليك في اسم البوليس بس محدش كان عارف مكانك. قالوا انك غالبا في مكان قريب بتشرب حاجة. الحظ خدمني ولقيتك في خامس حالة. عاوز ايه؟ تم تكليفك بقضية النهاردة، جريمة قتل فيها اندرويد من سايبر لايف. وطبقا للاجراءات المتبعة عينت الشركة متخصص علشان يساعد في التحقيقات. انا مش محتاج اي مساعدة، وخصوصا من بتاع بلاستيك ملوش لازمة زيك. خليك مؤدب واسمع الكلام ويمشي من هنا. سبب ولا تهديد ولا ايه؟ انا طبعا فاهم المواقف. ايوه صح، مش مرتاحه في حاله وجود اندرويد. بس انا كويس ومرتاح جدا، ودلوقتي امشي من هنا بدل ما طبقك زي علبه العصير. طب تهديد. ملازم اندرسون، احب اعرفك اني مضطر اقدم تقرير عن سلوكك ده. ايه ده؟ ايوه صح كده، اضربه بقى. ممكن نتحرك. يا سافر، انا مش عارف ليه ماسك نفسي اضربك. احساسك بغلطت كده، ده غير قيمه التصليحات لو دمرتني. لعلمك انا اساوي مبلغ كبير. يا عجايب التكنولوجيا. كمل اول بقى، ممكن يبرمجوا اي عبط اليومين دول. لازم امشي. كلمك بالادب من الاول. مش عارف لازم يعني نعمل شويتين دول. شوف تعب عليك، شفت انا مبسوط ازاي؟ مش لما كنت قدام يا دي. انت عايز ايه؟ استنى هنا، مش هتأخر. صبر الحزم دبلوماسي. حزم مستحيل، انا جاي معاك. اسمع يا عم، اصبر يا عم. لو عاوز تكمل الليله دي وانت سليم وحته واحده. هو تصبر وانت ساكت، لازم تتهزق. انت بقى ملازم اندرسون. جاز داجلس معاك الخلاص التاجر. ده مش ما عملتش اي اي ده ظبطت برضه. ماشي اتفضل. ممنوع الاندرويد يعدي النقطه دي. ده معايا انا.
فاهمك من الاول برضه. الراجل ده عنيد جدا. ما تفتحش بقك وما تلمسش حاجه وخليك بعيد عني، واضح؟ تمام. ازيك يا هاك؟ احنا افتكرنا انك مش هتيجي هنا. دي كانت الخطه لحد ما المغفل ده ظهر. طيب هو انت بقى جبت اندرويد ها؟ يا ظريف قوي، اخلص وقول اللي حصل. جاتنا مكالمة من المالك الساعة 8 تقريبا، المستأجر ما دفعش الإيجار من كذا شهر، فراح له عشان يشوف ايه اللي بيحصل. وساعتها لقينا الجثة. أنت فهمت ايه اللي حصل؟ ريحة وحشة قوي. يعني أسوأ من كده قبل ما نفتح الشبابيك. اسم المجني عليه كارلوس أورتيز. عنده سجن. أيوة اللي بتهم منها السرقة والاعتداء العنيف. حسب كلام الجيران. ايه ده؟ تلج احمر تاني؟ البتاع اللي كان بيشمه كان بيقعد في البيت طول الوقت وكان تقريبا ده هو ده. حالته صعبة، ما كانتش مستاهلة يستدعونا في نص الليل، كانت تستنى للصبح. تحليل الطبيب الشرعي هيفهمنا بلا بصمات اكتر. انا شايف سكينة مطبخ هناك، ممكن تكون سلاح الجريمة. تحليل دي ان ايه؟ في اي اثار الاقتحام؟ لا، المالك قال ان الباب بالقداماني كان مقفول من جوه وش شبابيك كانت متغطية بالواح. اكيد الجاني خرج من ورا. ايه معلوماتنا على الاندرويد بتاعه؟ مش كتير. الجيران اكدوا انه كان عنده واحد بس ما كانش هنا لما وصلنا. انا هروح اشم شويه هوا، انت خد راحتك. مفيش حاجه، انا بره لو انت احتجتني. ايه ده؟ لا اله الا الله، استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم فوزي، هذا تاني والنبي. طب مش دلوقتي بقى، خلاص بعد اللايف بقى. بعد التصوير. بصمات اصبع كارلوس صار صراع. حد مات؟ انت لسه واخد بالك دلوقتي ان حد مات؟ ايه ده، هو بجد في حد مات؟ ايوه، مش في حد مات بره. طب انا ما خدت بالي. استنى اهو، هناك اهو. حرامي. بص على كده يا غالي، قصايد بيسبول اهي، ودي بصمة. كارلوس أورتيز نايس سرعة والعتاد. مين كارلوس ده اصلا؟ مش عارف، بس شكله مش اندرويد، لان لو كان الاندرويد كان على المتغير. ايوه مش اندرويد. عايزين نحفظ الاسامي عشان ما عادة. في عادة اهي. رجع كده وريني. اخذ المتغير سكينة اهو. يبقى اللي بيضرب بالعصاية دوت مش واخد بالك انت؟ مش يعني الروبوت قتل بني ادم؟ لا ثواني، ده فيها اعتداء نفسي اهو. هجوم المتغير يعني اللي شاريه هو اللي بيضربه. ايه تاني؟ الروبوت ما استحملش ف راح علم عليه، راح واخد السكينه وراح شق. بس كده. والله شكلها في الاخر خدامه، انت فاهم؟ اصل مين بيشد ترجع احمر غير الواد ده؟ مين ايه؟ مين اللي بيشد ترجع احمر غير الراجل اللي كان عمال يضرب في خدامه؟ يا ابني الراجل اللي بره اهو، مفيش حاجه. هو ده يعني؟ الله استغفر الله العظيم، والله العظيم. ايه ده؟ لا مش عايز صفر. ده سكرين شوت يا ابني. ناس ايوه، بس دي محترم، حطها. ماشي تاني. ايه في حاجه ورايا؟ كريس، هو ده اتكتب بدم الضحيه؟ هو عايز ايه؟ انا مش فاهم.
بس مش انا شايف كده. احنا هناخد عينات للفحص. ما طلعش هو، ما طلعش هو. التلج الاحمر، الظاهر ان كارلوس بيحب يحتفل. يا لهوي على الدبان يا ابني، شكله هو والله. لا يا عم يا معلمه، مش انا ابوك. هو هو دي قصه ودي قصه. ايه والله هو كان بيكلش زيه كده. اه زفت داخلي. ايه ده، هو اتوفى امتى؟ من 19 يوم ما شالوش الجثه. لا والغريب ان هو بسم الله ما شاء الله عمال يرمي لحم. والله مش حل. طيب مش حبان اي حاجه. ايه ده، ايه القرف ده، ايه الخطوط دي؟ زرته كان وكل طبعا محشي تقريبا. احنا شفنا دي، ثواني، احنا شفنا دي، شفنا دي، شفنا دي. ايه تاني؟ بص كده على رجله. اه 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 كارلوس اورتيغاس. هنشوف حاجه تاني اهو. ده ايه الازاز دي؟ الضحيه سقطت هنا. يعني هو قصده من المطبخ وخدها سحف لحد ده؟ لا استنى هنفهم. جم من المطبخ. بص بقى، اه هو بص الاندرويد جه وراه راح اديله طعنه، الدم اهو تحت. حلو، راح واقع طلع يجري ماشي، مش عارف بقى الكعب في ديت ولا ايه اللي حصل. راح زق وراح شق. بص لهوي، بص يلا يحصل فينا يا ابني من التيرع. بص بص كم طعنه. بص بس بشق بطيخه يا هو، مش 28 مره. 28 مره الظاهر ان القادر كان بيكرهه جدا. 28 مره ده عارف ان اندرويد. يا الله الدنيا تقلب عليهم. هم عارفين ان هو اندرويد اصلا. استنى ايه دي؟ ايام ايه؟ الايف؟ خط حروف اي ام الايف. انا حي. طب هو ليه كتب كده؟ عشان ندور عليه. لا ممكن علشان انا يا فندم ان هو نال حريته. اظن اني اكتشفت اللي حصل. اه فعلا، اتفضل انا سامعك. كل حاجه بدات في المطبخ. في المطبخ، في المطبخ. في اثار واضحه على المقاومه. السؤال بقى، ايه بالظبط اللي حصل هنا؟ أظن إن الضحية هاجم الأندرويد بالمضرب من دوزجا. بالمضرب، بالمضرب، وده يتفق مع الأدلة. كمل. طعنت الأندرويد الضحية. تاني واحدة، الأندرويد طعن الضحية. يعني الاندرويد كان بيحاول يدافع عن نفسه، مظبوط؟ وبعد كده ايه اللي حصل؟ فالضحية هرب ليه؟ لغرفة المعيشة، الصالون. الاندرويد دخل يدبح فيه. بس قصد الدم يدفع عن النفس. وحاول انه يبعد عن الاندرويد. ماشي، كلام منطقي. الاندرويد قتل الضحية بالسكين. بالسكين. اوكي، بصراحة نظريتك مش سخيفة قوي، بس انت ما قلتش الاندرويد راح فين. تريد حصل له ضرر بسبب المضرب وخسر بعض الثريوم. فقد ايه؟ الثريوم اللي بتسموه الدم الازرق، ده مصدر الطاقة اللي بتحرك أعضاء الأندرويد. بيتبخر خلال ساعات وبيبقى مش مرئي بالعين المجردة. آه، لكن طبعاً أنت لسه قادر تشوفه. مظبوط. آه، البحث عن الدم الأزرق. بص أنت هتلاقيه عند الترابيزة بتاعت المطبخ، إن هو اتضرب هناك. لا، استنى.
ان هو اتضرب هناك، هتلاقيه نزف هناك. بس ممكن يكون مش هو بينزف عادي. اهو في دم اهو. الدم اهو. فحص. ايه ده، في ايه؟ استخدام سلم؟ هما ليه لازقينها في بعض؟ فرد ازاي دي اساسا؟ ايه ده؟ في دم هنا اهو. واخرها هنا. كتابة غير سوية، يعني يعني كده كلام عشوائي، مش بجد بالحروف جنب بعض. وايه ده؟ هبة دينية. منفردين لنا نخشى على الله. ايه ده؟ العذور على الشيء اللي تسلكوا؟ يعني ايه؟ سلم لتسلقوا. انا قريتها انا قلت والله التعليم المجاني ده اللي هيودينا في ده. قريت على السن يا بيض. تسلقوا اللعبه باللغه العاميه. طب اعمل ايه؟ في دم هنا. يعني مشوار ورايا كل شويه ادخل واخرج. معلش تعالى معايا تاني. ممكن ناخد كرسي. ايه انت بتعمل ايه في الكرسي؟ انا اتاكد من حاجه. بتاكد من حاجه. ايوه كونان يا جان. الاندرويد اهو ولا ايه اللي جري بقى؟ اوبا هو الاندرويد اهو. أنا كنت بدافع عن نفسي، كان هيقتلني. أرجوك ما تقولهمش. كونر، ممكن تقول لي إيه اللي بيحصل بالظبط؟ ده هنا يا فندم. يا خبر. كريس، بين، تعالوا عندي هنا فورا. يلا. طب ليه كده؟ زي الفل. بس كده، ودي كانت نهاية حلقتنا النهارده.
رب تكون تعجبكم، لو عجبتكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. سلام.